صباح الخير يا شباب، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله. الربيع احنا بقينا فيه، شم النسيم، خلي بالكم من نفسكم، وبعد كده ان شاء الله الجو يحرر والدنيا تروق والوباء ان شاء الله ينحسر بشكل كبير وترجع الدنيا شبه طبيعية في اقرب وقت باذن الله. النهاردة احنا هنتكلم عن المحاضرة الثالثة. المحاضرة الثالثة عندنا هي المحاضرة الثامنة، لكن الجزء الثالث في الاتصالات او المزيج الترويجي، وهو الترويج. يعني ايه الترويج؟ اللي هو البروموشن. طبعا كلنا عارفين البروموشن، كلنا بيعمل شوبينج، كلنا بيشوف حاجات على النت والسوشيال ميديا في المحلات، بيعملوا بروموشن كتير للبضائع اللي موجودة علشان يزودوا عمليات البيع بتاعها. فالترويج دوت مهم جدا، وعنصر من العناصر الأساسية اللي بيتعمل فيها مجهود كبير قوي 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 علشان يسهل بيع السلعة أو الخدمة اللي موجودة. وأشكال البروموشن كتير قوي قوي قوي، ومن ميزة البروموشن إنه أوقات كتير بيعرف الجمهور بحاجات ما كانش يعرفها عن المنتج، أو إن هو بيجذبه ليه اكتر وبيغريه وبيخلق عنده حالة من التقبل والاستعداد والرغبة والاحتياج لهذا المنتج او هذه الفكرة. واساسه او بيبقى قايم على زي ما قلنا التحفيز، والتحفيز ده دايما بيبقى فيه اغراء، والاغراء هو انه بيقدم لك حاجة، والحاجة دي بتبقى مغرية ليك، فبتخليك بناء عليها خلاص انت بتاخد قرار الشراء. زي مثلا لما بتشوف المحلات يقولك ايه، هتشتري سلعة تاخد عليها سلعة تانية، احنا ده عرض خاص، تنزيلات، سيل، كل الحاجات دي اساليب ترويج. طبعا هي ليها سياساتها، ليها حساباتها. يعني استحالة انه يدي لك السلعة وعليها سلعة تانية هدية ويبقى خسران فيها، لا، هو بيبقى عامل حسابه ومكسب الشراء. واكيد كلكم اشتريتم في التنزيلات وفترات الاوكازيون وفي البروموشنز اللي بتتعمل للسلع بالشكل دوت، وطبعا بتبقى مغرية ليكم بشكل كبير جدا. الترويج ليه أهدافه، وهو بيهدف إلى لفت انتظار المستهلك. ليه؟ لأن أنت ممكن تبقى ماشي رايح بتجيب حاجة، مش في دماغك السلعة اللي معمول عليها ترويج ومعمول لها بروموشن، لكن لما تتعرض عليك وتشوفها وتلاقي البروموشن اللي معمول عليها كبير، يحفز جواك رغبة، الله، طب ده انا كده كسبان فرصة، طب ما انا اجيبها، دي حاجة جميلة، وهكذا وهكذا. بتخلق عندك اهداف الشراء، وده برضو كل دوت اللي احنا عايزينه، بتقنعك، بتغريك، بتزود معلوماتك، دي حاجات بتحققها وظائف الترويج اللي هي جذب عملاء. زي ما لسه كنا بنقول ان انت مش في دماغك رايح تشتري مثلا طلبات للبيت، بصيت لقيت عاملين عرض على الجزارة كويس، عرض على الاسماك كويس، الجمبري منزلينه نص التمن، وانت ما كانش في لستة الطلبات بتاعت الجمبري، فبتروح جايبه. معدي من قدام محل ولقيته عامل يافطة كبيرة، تصفيات وتنزيلات 70%، وانت كنت رايح تشتري شوية حاجات بتاعة البيت، سمن وسكر وزيت لقيت نفسك دخلت في محل القمصان وخارج منه بسبع قمصان لانه نازل
70% طبعا انت الكسبان، وهكذا. فالترويج بيعمل لنا جذب للعملاء، واوقات كتيره بننزله لما يبقى فيه منتج جديد، وبنلاقي مثلا بياعين ومعظمهم بيبقوا من البنات واقفين مثلا ماسكين المنتج. طب دوق الجبنة الجديدة دي، طب دوق المنتج دوت، ايه رأيك في الكوفي دوت، ده لسه نازل جديد، وهكذا. طب انت عندك فكرة؟ وده كمان يا شباب بنشوفه في اللي واقفين مثلا بيروجوا الكومباوندز للاشتراك في القنوات المشفرة، و و و واحنا هندي لك ميزات كذا، وعندك كذا وكذا وكذا. فكل دوت بيبقى طبعا من وظائف الترويج. طبعا في حاجة بقى كمان مهمة قوي من وظائف الترويج، وهي الوفاء لعلامة تجارية. يعني ايه؟ يعني لو هما بيعملوا ترويج لمنتج معين، هتلاقيهم لابسين اليونيفورم بتاعه، عاملين بوث كده اللي هو ستاند عليه العلامة التجارية واسم المنتج، وفي مكان بارز، وهم منتشرين، شكلهم جميل، بيتعاملوا حلو، ولابسين اليونيفورم اللي عليه العلامة التجارية والاسم بتاع الشركة أو المنتج. فده طبعا بيبقى عامل له ترويج. كمان بتبقى فيه بقى حاجة اسمها مبيعات متدفقة أو مندفعة. يعني إيه؟ يعني لو أنت بتعرض المنتج بتاعك بالشكل العادي، فالشراء عليه بيبقى شراء عادي، لكن في وقت التنزيلات وفي وقت ما تبقى عامل البروموشن، وقت عامل خصومات، عامل عليه سيل كبير أو أوفر كبير، ساعتها بتبقى المبيعات زيادة. فهنا ده اللي احنا بنقول عليه مندفعة، لأنها بتبقى متدفقة وكتير أكتر بكتير من العادي في الوقت العادي. كمان في حاجة اسمها التحكم في المخزون. طب يعني إيه بقى التحكم في المخزون؟ يعني أنا بشوف عندي الرصيد في المخازن، لقيته كتير وأنا عايز أتخلص من جزء كبير منه، مش هعرف أخرجه إلا عن طريق الترويج والبروموشن. دي الطريقة الوحيدة اللي أقدر أنزل بيها العدد الكبير اللي في المخزون، لكن لو أنا بعته بطرق العادية مش هيحقق لي الإجراء اللي أنا عايز أعمله. برضو لما نحب نزود حصتنا في السوق ويبقى في اسم كبير للمؤسسة وانتشار كتير هيجي من المبيعات الكتير، انتشار للمنتج كتير، كل دوت هيتحقق من خلال وظائف وظائف البروموشن اللي بتتعمل أو الترويج. عندنا 9 وظائف، الوظائف دي مهمة جدا ليه انكم تعرفوها وتبقوا عارفين ازاي برضو تتكلموا عنها وتشرحوها، ما بتتحطش نقط بس كده. هو ده. لما بنيجي برضو حاجة اسمها تمييز المنتج عن غيره. يعني ايه؟ يعني في البروموشن بيبقى فيه عندك من الوقت والمساحة والإمكانيات انك تقدر تتكلم عن المنتج بتاعك، انك تشرحه وتقول ده احسن من غيره في كذا كذا كذا، بيتميز عن غيره بكذا كذا. فانت كده بتدي مساحة ليك اكبر في المنافسة من الآخرين. طيب احنا بعد ما شفنا وظائف الترويج، طب ايه الأدوات اللي احنا بنستخدمها؟ كتير مننا بنشوف أوقات كتيرة يقول لك ايه مثلا عينة مجانية، يعملوا لك عينات مثلا للكريم، حتت علب صغننة، عينات جبنة صغيرة، أكياس مثلا للشيبسي صغيرة، برسيل صغيرة، يجي لك حد لغاية البيت ومعاه منظفات ويقول لك لو أنت عندك مثلا عدد أكياس فاضية البرسيل كذا هتاخد العبوة دي، وهكذا. كل دوت بيبقى من أساليب الترويج. أو لو أنت اشتريت
ثلاثة هتاخد دوت وياه عينة مجانية، فده طبعا بيبقى أسلوب وأداة رائعة في الترويج. تاني حاجة عندنا فترات الترويج. فترات الترويج لازم تبقى محددة، ما تبقاش على طول. هتعمل سيل مثلا لمدة شهر، هتنزل بروموشن لمنتج في أماكن أسبوع. أوقات بنلاقي في النوادي يروح نازل مثلا يوم الجمعة اللي هو أكتر يوم بيبقى في جمهور كبير ويعمل البروموشن بتاعه هناك، وهكذا. فبتبقى لازم ليك فتراتك المحددة واللي محسوبة بعناية حسب المنتج وحسب المكان اللي انت هتعرض فيه. الحاجة التالتة عندنا هي عرض مزايا المنتج، وزي ما قلنا قبليها انك انت بتبرز منتجك في افضل صورة ليه، بتحطه في مكان بارز يعرض بشكل بارز، اللي واقفين على البيع كمان بيبقوا اشخاص منتقونة بعناية كبيرة، عارفين يتكلموا، عارفين يتعاملوا، جاذبين للعملاء، ما هماش بتجيب حد تبت، حد مش عارف يتكلم، حد شكله مش مناسب، لبسه مش مناسب. فبتبقى الأمور دي برضو ليها أهميتها، البادي لانجوج والاختيارات دي كلها مهمة أوي أوي أوي. كمان أوقات إحنا لما مثلا بيبقى المنتج محطوط، فبنعمل إيه؟ بيتحط مثلا عرض خاص، خصم كبير، تنزيلات كبيرة، ويافطة تبقى كبيرة كده محطوطة برضو للجذب والإغراء. طيب لو داخل كارفور أو أي هايبر وبتبص تلاقي محطوط هنا هو قسم التنزيلات، وبتبقى عارف إنك داخل هتخش تلاقي الحاجات. طيب ولو حاجات تانية مثلا معروضة، الشاي لازلك عليه خصم 20%، 15% زيادة في الحجم، 20%، وبتبقى مكتوبة بشكل بارز ومختلف عن الغلاف اللي محطوط على العلبة أو عن العبوة اللي انت بتشتريها، بحيث ان هو برضو يبقى بارز وباين ليك بشكل مميز. الأوكازيونات طبعا دي من أهم الفترات اللي بيبقى بيحركوا فيها، وبتبقى الأوكازيونات ليها توقيتاتها في نهاية الموسم. كل شركة عايزة تخلص القديم عشان هيجي لها الجديد، فالجديد دوت عايز مكان فلازم افضي له مكان، عايز فلوس فببيع، وبيبقى هامش الربح بتاعي قليل، ما هواش كتير، لكن بيحقق لي مكسب وبيوفر لي مكان ويوفر لي السيولة اللي اقدر اجيب بيها تاني. كمان بنشوف بقى في عندنا فترات بيبقى فيها ركود وما فيهاش مبيعات. زي ايه؟ زي اوقات مثلا الدراسة، فبداية العام الدراسي كل الناس متجهة على انها تجيب حاجات الدراسة، وهو في منتجات تانية ما بتجيبهاش، ففي الوقت ده برضه هو عايز يبيع عشان عايز يفضل موجود في السوق وحركة وعجلة البيع شغالة، فبينزل فيه الوقت دوت الأسعار علشان يضمن برضو إن يبقى فيه شيء من المبيعات. الخصومات برضو نفس الحكاية، ودي في فترة التنزيلات اللي احنا بنشوفها واللي بتبقى موجودة. طيب عشان بقى نعمل الترويج دوت هنعمله ازاي؟ نحط الاستراتيجيات بتاعته ازاي؟ هنقعد مع بعض ونقعد نتكلم ونقول كذا كذا وهنعمل كذا، طب ايه رأيك؟ لا لا لا، الكلام ده ما بيبقاش كلام وما بيبقاش شيء كده عفوي، لا ده شيء قايم على دراسات، ابحاث سوق، ارقام، احتياجات، اهداف، سياسات، قرارات عندك، بناء عليها انت بتحط الايه الترويج بتاعك، وبتعمل الطرق بتاعته الفعالة، وبتحط وبتبقى ماشي على الأسس دي عشان تضمن ان انت روجت صح. اهم هذه الأسس هي ابحاث السوق،
واحنا عارفين ان الابحاث خصوصا ابحاث السوق واستطلاعات الرأي دول مهمين لينا 1000000% كعلاقات عامة، ما بنبقاش ايه شغالين فيها. انا فاهم كذا او بيتهيأ لي كذا، لا لازم تكون قائمة على أسس علمية وبأرقام وحقيقية، يعني منزلش المنطقة وأعمل دراسة فيها سوق عن حاجة وأعممها على كل المناطق، لأن الأرقام اللي هتبقى طالعة لي من المنطقة دي ممكن يكون ليها أسبابها وليها حاجاتها المختلفة تماما عن غيرها، وبالتالي لا كل حاجة وليها وقتها وليها أسلوبها. برضو مهم ليك تبقى عارف عميلك هو ايه، طريقة تفكيره، الأموال والوقت المناسب ليه للشراء وطريقة الشراء والحاجات دي كلها، وبتختلف نوعية انك تروج لأطفال غير لما تروج لكبار، ستات رجالة كله بيبقى له طرق. إبداعك وابتكارك في طرق الترويج كل ما كانت فيها دايما جديد وفيها شيء جذاب وأفضل بتحقق نتائج أفضل بكتير. عندنا بقى طبعا المطبوعات والمنشورات أوقات كتيرة بنستخدمها والملصقات، ودي بنشوفها في المولز وفي الأماكن العامة واقفين يوزعوا، ولما يبقى مثلا في مطعم جديد منتج جديد واللي واقفين في الشوارع بيفرقوا الفلايرز والبروشورز والحاجات دي كلها، أو البوسترات والحاجات اللي بتبقى موجودة، وكذلك الإعلانات، و الإعلانات برضو بتحقق بأشكال كتيرة سواء إعلانات تلفزيون أو اللي على العربيات، الباصات، جرايد، مجلات، سوشيال ميديا، إيميلز، على الموبايلات بكل الأشكال، فدي برضو بتساعد معاك في الترويج. في بقى كمان حاجة تانية مهمة اللي هي الراعي، الراعي الرسمي والراعي الذهبي، وإنك ترعى حدث معين أو راعي لنشاط معين أو حاجة، دي برضو بتبقى نوع من أنواع الترويج الكبير ليك وكمساهمة ليك في العمل الاجتماعي أو العمل الرياضي أو فدي برضو بتحقق لك أشكال كتيرة، المعارض، المسابقات، انك تشارك في المؤتمرات، انك بتوزع هدايا وهكذا، كل الحاجات دي بنستخدمها في الترويج بتاعنا وبتعمل لنا نجاح كبير قوي قوي قوي. محاضرتنا النهاردة محاضرة بسيطة قوي وسهلة ولطيفة، وصباح جميل، يا رب تكونوا فهمتوها. واي حاجة دايما بقول لكم وبكرر في كل مرة، انا تحت امركم في اي وقت، ابعتوا واسألوا وانا وياكم على طول. مرسي ليكم والف شكر للمجهود بتاعكم. بالنسبة للأسايمنت، طبعا الأسايمنت الأولاني خلاص كده احنا الباب اتقفل، مع ان كانوا في ناس بيقولوا ان هم عملوا لكن ما وصلنيش في التوقيت المناسب، طبعا ما هياش غتاتة مني اني انا بيبقى في توقيتات، لا احنا كشغل علاقات عامة عارفين ان احنا مرتبطين بتوقيتات. انا كنت فتحاها لمدة والمدة دي عملت لها وقت اكسترا تاني للمجموعة التانية، فما كانش يجب ان يبقى فيها كمان تأخير عن كده، غير مقبول تماما، غير مقبول لك كشخص علاقات عامة انك تاخد فرصة والتانية استحالة انك تدور بقى على التالتة، كده شكلك مش تمام خالص. نحاول نعوض في التكليف الجديد اللي انا بعته. بالنسبة بقى للتكليف الجديد، لطيف قوي قوي قوي، عايزاكم تتعاملوا معاه
بعقلكم. يمكن التكليف الأولاني انتوا تعاملتوا معاه تعامل البغبغانات، لا أنا عايزاكوا تتعاملوا معاملة النحل. حد جميل بيسأل ايه الفرق بين ده وده؟ تعامل البغبغان اللي 80% وأكتر أو 90% منكم تعامل مع الأسايمنت الأولاني فيه إن هو بقى بياخد الحاجة ويكررها من اللي هو مكتوب قدامه أو اللي شافه مع زمايله أو اللي نزله من على النت، جايبه بعبله زي ما هو من غير أي حاجة، كوبي بيست وحطه وإيه وارمي وابعت للدكتورة زي ما هو بعبله. لا 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 خالص والله، انتوا ما انتوا فاهمين الدنيا ولا فاهمين انا عايزة ايه ولا عايزة منكوا ايه. انا عايزاكوا نحل. النحل بيعمل ايه؟ بيقف على الزهور وياخد اجمل ما فيها ويطلعها اجمل، وده اللي انا عايزاه منكم، ان انتوا وانتوا بتجيبوا الداتا والحاجة هتقفوا على المعلومات تختاروا أفضلها وأميزها وأكتر حاجة مناسبة للنقطة اللي أنت بتتكلم فيها، وتدخلها دماغك وتعبر عنها بطريقتك وبأسلوبك بشكل راقي ورائع ومتفهم، باين فيه شخصيتك، باين فيه فهمك، باين فيه بصماتك، وتطلع لي عسل نحل رائع وجميل ومميز. مش هتطلع لي مية ولا تطلع لي أي كلام فارغ. وإنتم كلكم شباب رائع وجميل، ليه تبعتولي شغل مش زيكم؟ المدموزيل الرائعة الجميلة اللي بتبقى جاية متسرحة والميك اب والشياكة وجايبة لي الشغل زي ما هو، الحروف الكبيرة على الحروف الصغيرة، بونت شكله ايه على حتة شكلها ايه، الكلام جاي شمال مش جاي يمين، مش متنسق، مش معمول في نقط محددة. الحاجة اللي انت بتقدمها هي كارتك، هي صورتك، هي شكلك وعنوانك. كل ما بتقدم حاجة بشكل جميل انت كمان جميل، وقدرت الدكتور بشكل جميل، وده اللي انا اتمنى ان انا اشوفه في التكليف التاني. طيب اخر سؤال بقى اكيد ليكوا، بتقولوا لي طب اخر موعد امتى للتسليم؟ احنا داخلين على فترة اجازات و و و انا هديكم لغاية الخميس الجاي كويس ولا؟ لغاية أتمنى إنه خلاص أوكي لغاية الخميس اللي بعده، يعني قدامنا أسبوعين تعملوا الشغل، بس أتمنى إن الشغل يجيلي شغل تمام وصح ويتبعت على الخاص ما يتبعتش على العام تماما أوكي. وأكيد هتجيلي الإجابات مختلفة، ومن فضلكم كل واحد اللي هيعمل اسم مؤسسة ومجالها و و و و هي من تأليفك انت، مؤسستك انت، من اختراعك، وتحط المجال اللي انت عايزه. يعني انت هتعمل فنكوش، هتعمل لي منظمة من خيالك عشان ما يجيليش تكرار، وما تنزليش حاجة من على النت وما تتشابهش مع حاجة تانية من زمايلك. وبكده اضمن ان كل واحد عمل شغله لنفسه ولحاله اوكي. منظمتك اسمها، اللوجو بتاعها، اهدافها، رسائلها، كل دوت من ابتكارك ومن ابداعك. منتظرة ابداعات ليكم رائعة، مدياكم اسبوعين تفنوا فيها زي ما انتوا عايزين، ومستنية الفن بتاعكم. ميرسي ليكو وشكرا، واتمنى ان المرة دي الكل يشتغل، الكل يعمل وبدون تأخير. مش هيبقى في تأخير ساعة عن بداية المحاضرة بتاعة الخميس الجاي، لأ الخميس اللي بعده. ألف شكر يا شباب. بالنسبة للتكليف يا شباب، في حد بعد بيقولي في حاجات مش واضحة، أعتقد إن أنا
يمكن عقبال ما جالكوا التسجيل الصوتي وتسمعوا المحاضرة وتسمعوا الشرح هتبقى الدنيا واضحة بالنسبة لكم. والأمور يعني أنا شايفة إنها مكتوبة كلها بشكل واضح ما فيهوش أي حاجة. وعلى العموم لو في أي حاجة محتاجين تفسير ليها ابعتولي وأنا تحت أمركم. قلنا إن المنظمة طبعا أنت هتتكلم عن استراتيجية الإعلامية اللي هتحطها المنظمة اللي أنت ابتكرتها وابتدعتها في ظل الظروف الحالية الكورونا، قفل المنظمات دلوقتي، الشركات هتتعامل مع جمهورك ازاي، سلعتك ومجال عملك ازاي تقدر ما تقفش وتوصل شغلك للجمهور في ظل الظروف الحالية، الحاجات اللي ممكن تحولها وتغيرها تتناسب مع المتاح والإمكانيات المتاحة دلوقتي. طبعا العالم شكله كله متغير، انتم شايفين دوت وشايفين ان كل حاجة اتعدلت وتغيرت بشكل كبير، ويمكن اتغيرت في الفترة دي، لكن الأكيد انها هيكون في تغيير كمان مستقبلي. يعني بعد الحياة ما هترجع طبيعية أكيد هترجع بشكل غير اللي كنا فيه في الأول، لأن الأزمة اللي حصلت دي أضافت لنا كتير. الإضافة الكتيرة ديت والتغيير الكبير هيخلينا نرسم اللي جاي بشكل يبقى مدينا إمكانية إن إحنا نقدر نتعامل مع الطبيعي ومع سيناريوهات الأزمات اللي ممكن تحصل وتبقى واردة في أي مجال وبأي شكل. فأنت هتحدد أول حاجة مجال المنظمة بتاعتك وشركتك، مجالها تجاري ولا صناعي ولا خدمي ولا إعلامي، حكومية أهلية خاصة أو مجتمع مدني. طبعا عارفين حكومية زي إيه، زي لو هنقول جامعات، جامعات حكومية أهلية زي الجامعات مثلا، برضو إحنا جامعة خاصة ما إحناش جامعة أهلية، لكن في معاهد قومية هي دي زي العاشر من رمضان وفي حاجات شركات تانية أهلية اللي هي بيبقى داخل فيها مجموعة من المستثمرين وبيبقى لا هي بتاعت شخص واحد خاص لا ولا بتاعت الحكومة، لكن بتاعت مجموعة من المستثمرين داخلين فيها بأسهم، علشان كده الإدارة بتاعتها إدارة جماعية أو أهلية. مجتمع مدني اللي هي المؤسسات زي رسالة، مصر الخير، مستشفى 57، حاجات كتيرة قوي قوي برضو مؤسسات مجتمع مدني. الرسائل اللي انت بقى هتوجهها لجمهورك في الفترة دي، وهتختار نوع من أنواع الجمهور هتحدده اللي انت هتتكلم وياه، هتتكلم مع الجمهور الداخلي هتبعت له ايه الرسائل اللي انت عايز تبعتها له. طيب هتتكلم عن الخارجي، مين من الخارجي اللي هتتكلم معاه وتحددوا. وطبعا انا عايزاكم لما تعملوا الرسائل بتاعتكم مش هتعملوه لي على جمهور واحد، لا انا قصدي تعمله لجمهورك، لكن كل جمهور هتحدده، هتقول انا هتعامل ايه مع الجمهور الداخلي، هتعامل ايه مع الخارجي. الداخلي عندك طبعا عارفه موظفينك وعمالك الخارجي بقى عندك ده اللي متنوع، سواء العملاء اللي بيشتروا منك، موردينك، أصحاب رؤوس المال، الشركاء، الموزعين وهكذا عندك، وتشوف أنواع الجمهور الخارجي تراجعوها اللي انتوا خدتوها قبل كده في مادة مدخل علاقات وسنة تانية وتشوفوا كانت ايه وتحاولوا ترجعوا معلوماتكم تاني. وهتوضح بقى في الشغل اللي انت هتعمله اسم طبعا ومجال المؤسسة، وده هيكون على الكفر ليتر من بره، وجوه بقى هتقول
بالشرح بقى ايه هي المؤسسة، مجال عملها، وتحددها لي في نقط، ما تحطها ليش توبك واحد اتنين تلاتة اربعة، ومنظمتك دي اهدافها ايه، والهدف طبعا بيبقى راجع ليه مجال العمل والظروف الحالية اللي احنا فيها. طب ايه الرسائل اللي انت عايز توصلها للجمهور بتاعك، وزي ما قلنا ايه تبعتها لجمهورك داخلي وخارجي وهكذا. إيه طب حد مثلا يقول لي، طب لو احنا الجامعة الرسائل بتاعتنا، في رسائل هتبقى للدكاترة والاستاف واعضاء هيئة التدريس، في رسائل هتبقى لعمال الامن، للاداريين، لعمال النظافة، وكل واحد ليه الرسائل اللي هتتوجه له هتبقى مطلوبة منه حسب تخصصه. اوكي، وعندنا طبعا الطلبة وهكذا. طيب الخارجي، الخارجي انا هتكلم عن مين؟ اولياء اموركم، هتكلم عن الموردين اللي احنا بنتعامل مثلا معاهم، هنتكلم عن الجهات اللي بننسق وياها زي ويلز او هنتكلم عن المجلس الاعلى للجامعات، واحنا هنبعت نقول له احنا ايه الخطوات اللي عملناها مع الطلبة عندنا، وايه الحاجات اللي عملناها مع الجامعة وهكذا. طيب وتخلي بالك بقى ان الرسائل اللي انت بتبعتها تكون متناسقة وواضحة مع مجال العمل والهدف، يعني ما تقولش رسائل وحاجات ملهاش علاقة بمجال عملك ولا بأهدافك دلوقتي. ما تقولش انا عايز ازود مبيعات واحنا دلوقتي بنزود في اجراءات احترازية وبنحاول ان احنا نخلص ونعمل دايرة العمل وهكذا. والرسائل اللي انت بتبعتها لازم تكون واضحة لكل جمهور بما يتناسب وياه. وهتبعتها له ازاي؟ قنوات الاتصال اللي انت هتبعت فيها الرسائل، وهل هي مناسبة وانت اخترتها ليه، وعلى اي اساس، وهتدي لك تقريبا نتائج متوقعة كام في المية. زي احنا مثلا لما جينا قلنا هنبعت المحاضرات اونلاين، طب ايه القنوات؟ قلنا الاول هنبعتها على صفحة الجامعة، جروبات هتتعمل على الفيسبوك وتترفع على صفحة الجامعة، وبعد كده قالوا طيب لا ده كمان ما بيبقاش فيها التواصل دايركت ومباشر، والبعض الطلبة ما بيبقوش عارفين يتعاملوا معاها كويس وفي بعض الصعوبة، طب نزود عليها كمان جروبات واتساب، عملنا الجروبات وهكذا. وبعد كده قالوا لا ده لازم كمان تاخد شكل الاوفيشيال بتاعها وتبقى عن طريق الاونلاين بتاع الجامعة وعلى صفحة الجامعة والاونلاين وتتباعت، فاتعمل. فبقت عندنا اكتر من قناة، بحيث اني ما بنعتمدش على قناة واحدة، لا اكتر من حاجة، كل جمهور قادر يتعامل مع قناة من هذه القنوات بشكل ما. في ناس بتتواصل منك بشكل فعال جدا مع الواتساب، مش قادرة تتواصل مع الفيسبوك ولا مع الاونلاين بتاع الجامعة. لو احنا اقتصرناها كنا على واحدة، ده جمهور هيقع مننا مش هنعرف نوصله. وهكذا انت برضو تشوف تقدر تتواصل مع جمهورك ازاي، مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية. ما تقولش انا هعمل مؤتمرات وهعمل معارض وهعمل تجمعات، او ان انا هبعت ناس او هبقى حاطط ناس تعمل، لا ممكن اونلاين ممكن بالتليفون وهكذا، وتشوف الحاجات اللي تقدر تعملها كلها عن بعد. كمان هنشوف. طيب انت ممكن بقى كمان تحتاج، لو اكيد بقى احنا كل ده بنتكلم
على التجهيزات. طيب ممكن تخرجها ازاي لجمهورك غير القنوات اللي انت هتعمل فيها اعلاناتك الدعاية بتاعتك وهكذا؟ ممكن يبقى فيه كمان مقالات للرأي، امتى تستخدمها وتستخدمها ليه وهتعود عليك بفايدة. طب يعني ايه برضو استخدامنا لمقالات الرأي؟ انا لو عايزة اعمل اعلان بعمل اعلان مدفوع الاجر وبينزل ويبقى شكله واضح. مقال رأي هو ان انا ليا صديق او جبت صحفي وخليته يكتب لي عن الحاجة اللي انا عايزة اوصلها برأيه هو وبفكره هو في عموده الشخصي وفي مقاله الاسبوعي او اليومي اللي بيكتبه، فده ما هوش مدفوع الاجر لكن هو كتبه من عندياته لاقتناعه بالفكرة أو إعجابه بيها أو بيوصلها. طبعا مقالات الرأي بتدي تأثير أكبر عند الجمهور من الإعلان. ليه؟ لأنك لما بتعمل إعلان بفلوسك بتوصل لجمهورك، لكن دوت واحد اقتنع وبيكتب، وغالبا بيبقوا من الكتاب دول كتاب كبار ليهم ثقلهم ليهم جمهورهم ليهم القاعدة العريضة بتاعتهم، فأنا بستغل القاعدة العريضة ديت من الكتاب وبعمل بيها الرأي اللي أنا عايزة أبعته للجمهور، وكأن هذا الرأي طالع من عنديات الراجل دوت اللي كتب، وهو في الغالب بيبقى طالع من عندياته. أنا بعمل إيه؟ أنا بحرك في الموضوع ده تحريك بسيط، إني أنا ببعت له مثلا المنتج، ببعت له الكتاب وأقول له إيه رأيك في الكتاب؟ إيه رأيك في النظام؟ إحنا عملنا نظام كذا 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 للطلبة وجايب نتائج كذا كذا، فهو يشيد بهذه التجربة في مقاله ويبرزها و و و دي هنا بقى بتحقق فوائد كتيرة وتدي إقناع وتأثير أكبر عند الجمهور من الإعلانات مدفوعة الأجر. ليه؟ لأن إحنا لما بنسمع واحد بيتكلم من عنده غير لما واحد بيتكلم وهو مضطر إنه يتكلم لأنه واخد فلوس يتكلم بيها وهكذا. طيب أنت هتحط بقى ميزانيات قد إيه علشان توصل بيها جمهورك؟ وهتحشد مواردك ازاي؟ مواردك المالية، الكوادر، الامكانيات اللي عندك، المعلومات، كل دوت علشان توصله للجمهور. وهتشوف ايه هي اكتر موارد انت تقدر تستخدمها وتشتغل عليها، وده حسب برضو كل منظمة او شركة او مؤسسة وحجمها وميزانيتها. الشخص بقى اللي انت هتخليه هو قائم بالاتصال، المرسل اللي هيبعت الرسائل، اللي هيرد على التليفون، اللي هيطلع في الاونلاين، اللي هيطلع في الماسنجر ويتكلم ويطلع المسج، هل انت اخترته بعناية؟ وعلى اي اساس تم هذا الاختيار؟ والرسائل بتاعتك كان واضح فيها هوية المؤسسة بتاعتك والصورة بتاعتها، الرسالة بتاعتك نزيهة وانت فعلا بتوصل رسائل صح، ما فيهاش كذب، ما فيهاش خداع، ما فيهاش عدم تطابق مع الواقع، بحيث ان انا ما اقولش ان انا بنزل محاضرات الجامعة للطلاب اونلاين والشرح اونلاين والمعلومات كلها وصلت للطلبة والطلبة مستفيدة وفي تجاوب ومتاح وانا ما بعتش ولا اي حاجة وما شرحتش، او بعت لهم عنوان المحاضرة، عنوان الكتاب وروحوا انتوا عيشوا معاه وهكذا. فلازم كل الحاجات دي تبقى صح. انت بتتكلم برضو عن مؤسسة بتقول انا هبعت للناس ديليفري، انت بس شوف احتياجاتك، ابعت لي وقول لي وانا هبعتها لك خلال 24 ساعة. الناس تبعت تلاقي نفسها قاعدة اسبوعين، او يقولوا لها ما فيش المنتج مش موجود، انت مكانك في الويتنج قدامك لسه شهر وهكذا. لازم اللي تبعته يبقى بالظبط متناسب مع اللي انت قادر
تعمله، ولازم برضو تختار التوقيتات الصح المناسبة ليك والمجالك والرسائلك والجمهورك عشان تبعته. يعني أنا ما جيش دلوقتي في وقت إحنا مزنوقين فيه كلنا، في إزاي هنخرج العملية التعليمية، إزاي الطلبة يقدروا يتعاملوا مع المحاضرات الأونلاين وعن بعد ويستفيدوا بيها و و و وأجي مثلا أنا كمؤسسة بعمل ملابس رياضية، بعمل ألعاب، بعمل مش عارف ايه، وحروج دلوقتي وعايز الناس، أو أنا مثلا مؤسسة خدمية ليها مجال نشاط قائم على المعارض وأعمل دعاية. طب فين المعارض اللي أنا هقدر أعملها وفين الجمهور وأنا دلوقتي كل الناس فكرها رايح لحاجات تانية وهكذا. فلازم نخلي بالنا كويس قوي من التوقيتات والمجالات. انت مثلا عندك مؤسسة شغالة في البضائع والمنتجات وداخل علينا رمضان والناس عايزة تشتري خايفة تنزل من المول، ده مجالك وتوقيتك انك انت تبعت وتقول لا انا ممكن اوفرها لكم والدليفري شغال وتقدر تتسوق اونلاين وحاجتك هتجيلك وهكذا. أعتقد إن كده الشرح بقى وافي، مش عايزة أي لخبطة منكم، عايزة شغل النحل الجميل، ويا ريت تبقوا كلكم كمان ملكات نحل اللي تطلع أحلى شغل، ما تبقوش شغيلة بس برضو، لا ملكات، والعلاقات العامة لازم يكونوا ملكات. ميرسي ليكوا يا شباب، باي باي.